السلام عليكم، تبارك الله عليكم. سي الحسن سي عبد القادر، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير الحمد لله. سيدي نتمنى ملا تكون صداقه مقبوله ان شاء الله. الله شي واحد التعريف على هذه المنطقه هذه، يعني فين راه حنا كنتواجدوا؟ هذا المنطقه معروفه بولاد الحاج. ولاد الحاج سيدي مسعود. سيدي مسعود هي معروفه يعني، هذه الناس كنقولها ولاد الحاج، ولاد حدود راهم واحد يعني. منطقه ديال بلي واحد كامله تابعه لتافوغات اقليم بركان، قروا هنايا ولاد حدود وهدوا له تحت يعني، تبعوا الماء وتبعوا الاخر. واليوم ما كاين لا ما لا والو، راه حنا نجري ونطلبوا الله من سيدي يكرمنا الله. امين يا رب العالمين، ونطلبوا كاع اللي وصل هنايا ان شاء الله وفي غرضه شي حاجه ربي هو اللي يقضيها. امين يا رب العالمين. والسي الحسن والاخوان راهم قايمين بالواجب، تبارك الله عليكم، عاونونا وخذوا هذه الله يجيهم سهل النهار. هذا الشيء امين يا رب العالمين. شنو نعرفوا نقولوا؟ وبالنسبه لهذه الصدقه، هذه الصدقه السنويه اللي كت الصدقه السنويه كتسمى بالوعده، كنقولوا وعده يعني كما جرت العاده، كانوا يقولوها والدينا وعده، هي صدقه يعني. صدقه سنويه صدقة كل سنه يعني موسميه. تبارك الله ما شاء الله، الله يحفظك السي قادر، الله يعطيك الخير. والسي الحسن تاهو تبارك الله راه قايم بالواجب. انت تشوف شنو عندنا السي الحسن؟ الحمص والطعام. عندنا الطعام بالتفايح. اوه تبارك الله، صلى الله عليك يا رسول الله. انت تشوف اخويا السي الحسن الكلاسيه راك عم تبغيش تبان، هي واعره شنو تبغيش تبان. داك الشيء الله عليك، الله يحفظك اسيدي، الله يسهل عليك سيدي، ربي يخيرها ان شاء الله وقت عيشه. تبارك الله، حتى هي راه قايمه بالواجب. امين الاخوان، تبارك الله عليكم، قايمه بالواجب، تبارك الله عليكم. امين الله يحفظك. هادو واجدين؟ واجدين. تبارك الله عليك اسيدي. هادو فين يمشيو هادو؟ لا غادي يمشيو للنسا سيدي، الله يسخر، الله يحفظك. مساكن منام سي الحسن. هذا حمص ياك؟ هذاك حمص زيد. نشوفوا نشوفوا هنايا شنو هذا؟ اللحم. تبارك الله زيد. اوه ذبحتو عجل ولا؟ عجل. تبارك الله حمر، الله يبارك سيدي، الله يعطيك الصحة السي الحسن، أحسن طباخ في المنطقة الشرقية. العز أخويا الله يحفظك. احترامات أخويا، شوف جيب له غير القوام والعجل وخاطيك ياك. تبارك الله، شحال كاين مرميطة هنا؟ يبان لي تبارك الله بزاف. 10 10 ديال المرامط. تبارك الله 10 لحم أخويا، الله يعطيك الصحة السي الحسن. ها هو شوف، مرحبا. شوف الرجل ديالي وحبابيهم ان شاء الله، الرجل المناسب في المكان المناسب. شوف الله يبارك فيكم وحبابيكم، الله يحفظك. ها هو غادي نحط لكم ان شاء الله الرقم ديال التليفون، اللي عنده شي وليمه يتصل. راه تبارك الله راه الباترون ديالنا الرقم واحد، الرقم واحد. الله يحفظك. الجهه الشرقيه الله يضمر ليها عين الشيطان وربي يعاونو ان شاء الله. انتم راكم قايمين الفضل ديالهم، حنا ان شاء الله الفضل ديالهم. الله يعطيك الخير سي الحسن، غادي نمشي ندير واحد الدوره ونشوفوا الاجواء.